أتمنى أن يكون التقرير اللي شفتوه مفيد، وألف سلامة للمريضة. ونرجع تاني للاستوديو لمسا الورد من المحور، ومعانا دلوقتي ومشرفنا ومنورنا كابتن سيد منشاوي الحاصل على بطولة مصر في البادي بيلدينج. طبعا أنا قبل ما أخش على الترحيب بي في الاستوديو عايز أقول مش كل ما قالك ابنك أو بنتك عايزة أكل من برة جانك فود تقول له حاضر، لأنه سوء التغذية بالإكثار من الأكل زي سوء التغذية بعدمه بعدم وجود الأكل. سيد منشاوي بطلنا منورنا، منورك شرفت حضرتك. وأصبحت اللينك ما بين البادي بيلدينج وما بين الفهم في النيوتريشن في علم التغذية لينك كبير قوي. سوء التغذية عموما. قل لي سوء التغذية ايه هو الديفينيشن تعرفها؟ هل انا اللي قلته صح انه اللي يزود الاكل زي اللي بينقص الاكل؟ الاثنين نفس الخطوره. يعني الاثنين بيعرضون لنفس الخطوره، اللي بيزود الاكل كتير او اللي بيغير في الكواليتي بتاع الاكل، ان هو بيدخل كميات اكل كبيره او الكواليتي بتاع الاكل وحشه، طريقه التسويه بتاعه الاكل نفسها، نفس اللي ما بياكلش وبيبقى عنده نقص فيتامينز او مينرال في الجسم او البروتينات بتاعته قليله او الانتيك نفسه، او كل جسم فينا له معدل للسعرات الحراريه وكميه البروتين والكربوهيدرات اللي بتدخل حقيقي الجسم. عشان كده بيعملوا لنا تيست يشوفوا قبل ما نخش الجيم، يشوفوا عندنا قد ايه في كل ماده. عارف في عندنا اولاد فقراء بيتفرجوا علينا، من حقهم علينا كمان اللي مش النيوتريشن بتحل كل ده. ايوه أنا عايز أعرف كل الأكل فيه الأكل الغالي والأكل الرخيص متوفر فيه الكواليتي. هات لي أكل رخيص مغذي، وأنا عايز أركز مع حضرتك على اللي هم سنهم صغير، الأطفال ولغاية 13 قبل البلوغ، لأنه البلوغ حلو ده هي دي المرحلة المهمة جدا. صح. من أول ما الطفل يتولد لحد مرحلة البلوغ. نعم، هو دي بالظبط تعريف الطفل. تمام. طيب احنا الاول كده نتكلم على ان في مشكله حصلت بالفعل او نتجنب حدوث المشكله دي. خلينا نتكلم في المشكله حصلت بالفعل، ان هو الطفل اتربى باسلوب مش كويس فوصل لمرحله وحشه، ان هو بياكل اكل من بره كتير او بياكل بكميات اكل كبيره مع قله حركه، لازم الاثنين دول يحصلوا فتخن، او على النقيض ان هو ما بياكلش خالص او كل شويه ماما هاتي شوكليت ومش عارف ناجتس وحاجات الحاجات ديت سعراتها عاليه قوي فبياكلها بيحس بشبع، فبالتالي ما بياخدش الجسم محتاجه طول اليوم، فبالتالي بيخش في مرحله نقص فيتامينز ومينرال في جسمه، فبيبقى يخش في مرحله ضعف وانيميا بتظهر كتير قوي، وفيتامين دي مؤخرا بقى يظهر نقص فيه عند الاطفال. فده المشكلتين الاثنين اللي هو الزياده والنقص بيوصلوا لنفس المشكله اللي هو سوء التغذيه. احنا نحل ده ازاي؟ اول حاجه المشكله حصلت بالفعل، اول حل للاطفال الاكتيفيتي، لازم يتحركوا. احاول معاهم بشكل، هو المشكله بتبقى صعبه شويه للاب والام ان هم الاجبار او الكلام ده كله، فانا في بيوتنا شفنا ده او بيوت قرايبنا او الكلام ده، فنفضل معاهم واحده واحده ما نملش، دي اول نقطه. تاني نقطه ممكن نديهم لحد تاني متخصص شويه. لا يعني خلينا واحده واحده، احنا قلنا ايه؟ بنقول واحده واحده. احنا قلنا انه احنا عندنا اطفال واسر فقيره ومتوسطة مش قادرة تروح الجيم. ما انا اقول لحضرتك في البيت في سوبر رخيصة برضو او متوفرة وسهلة، ان انا ممكن اسلمهم في مركز شباب بدون اي مقابل، بتبقى بمقابل مادي بسيط جدا. بيعملوا جروبس كده للاطفال الصغير، نشاطات بتبقى في الصيف، على الاقل تحد شوية من الموضوع ده. بس في البيت انا اقدر ان انا احرك الطفل بدل ما انا او اخليه يروح مشوار قريب بوسيله يعني وسيله مواصلات، مع حد يوصله روح امشي بالظبط، تعال انا همشي معاك، يشجعني انا كمان ان انا اعمل اكتيفيتي، تعال هنمشي المشوار ده، نروح نجيب الطلب ده ونيجي، يبقى انا كمان الطفل اثر فيا. فكمان طب قوم يا حبيبي هات لي ده من هناك وتعالى. خلينا نستفيد منك قدر الامكان بانه نتكلم عن نوعيات الاكل اللي هي حضرتك بتنصح، وعايزه ابتدي بنوعيات الاكل الرخيص. طيب الاكل الرخيص المتوفر عند كل الناس اللي هو البروتينات النباتيه
بالنسبة للأطفال الصغيرين بس ما بتبقاش بكثرة شوية، يعني ممكن البقوليات عموما، ممكن الخضار والفاكهة متوفرين. إيه من البقوليات؟ الحليب. تعالى نقول البقوليات طبعا الفول كده يفهمون. الفول الرئيسي، العامل الرئيسي، بس ممكن اعززه ان هو يكون جنبه حليب او جبن او ممكن بيض مسلوق مثلا. دي كلها متوفره. بس لا، عشان افهم منك حاجه انا استفيد. انا يعني بخاف اكل ثلاث حاجات في فطاري. انا لا، عادي جدا. المفروض انك تحدد مثلا انت بتاخد بروتين من الفول، تاخد ايه من البيت كالسيوم؟ البروتين لا، ما هو الفول بروتين نباتي. نعم. فانا اقدر اكمل الامينو اسيدز اللي مش موجوده من الفول ان انا اخد معاها بروتين حيواني. لان البروتين النباتي بيبقى الاسينشال امينو اسيد مش موجوده فيه كامله، وفي بعض الامينو اسيدز مش كميه وحتى امتصاص الجسم للبروتين النباتي ما بيبقاش بنفس الدرجه للبروتين الحيواني. فعشان كده بقول ان انا لازم اعزز عشان اكمل السيركل بتاع الامينو اسيدز والبروتين عشان البنى يبقى بطريقه سليمه. انت قلت كلمه مهمه وخطيره وانا مش هعديها، يعني لازم اقف عندها. قلت الاطفال الصغيرين حاليا ممكن بيعانوا من نقص الدي، فيتامين دي مش بيجي من الشمس؟ تمام، لان في مجتمعاتنا دلوقتي ما بقاش حد يتعرض للشمس زي الاول. اخر انا كنت شغال على الموضوع ده، وحتى بالنسبه انا كان عندي ناس كبار في السن كنت شغال عليهم وعامل ابحاث ونتائج بنراقبها الفتره اللي فاتت. واتضح لي كمان ان في اولادهم عندهم نفس المشكله، في التحاليل. ليه؟ احنا بقينا مؤخرا حتى في المجتمعات اللي هي الأقاليم اللي هم القرى والأقاليم. نعم. كان زمان الناس دي كلها ما كانش فيه وسائل مواصلات، وما كانوش يعني كنا بنروح المدرسة ممكن 2 كيلو كيلو ونص، فلاحين وفي الأرض فبيشوفوا الشمس. بالظبط. مؤخرا ما بقاش حضرتك موجود ده. موجود. انا وسط الناس دي وشايفهم. ده لازم الشمس مهمه، احنا بلد جداً الشمس جدا. هو ده اللي كان مخلي الناس بصحتها مع نقص الاكل اللي ما كانوش بياكلوا بقدر كافي، بس كانت صحتهم كويسه. الشمس دي مصدر صحه رهيب. فبيجوا من اوروبا من اخر الدنيا على شمس. شفتي الجلد شكله الحلو فيها شمس، البشره اللي شكلها حلو طبعاً. ده من شمس. طيب. ده من فيتامين دي. ده فيتامين دي. يعني اعتقد انه ممكن في حاجه اسمها يورو دي اللي هي حبوب مكمله للدي للستات الكبار بعد الأربعين. حضرتك دي لو مش لو برضو الجسم حالته الصحيه مش كويسه، الامتصاص بتاعها ما بيبقاش سريع. فانا بنصح دايما بالناتشرال. طبيعي. انا هاخدها من الشمس افضل. انا اطلع اتمشى. انا ليه استحي او ان انا اتكسف ان انا امشي؟ سلام عليك. بالظبط. انا اتحرك. يعني انا همشي هنبسط اولا المشي، المود والشمس، المود والمود. المود اخد طفلي في ايدي. اخد طفلي في ايدي وامشي، يبقى انا عالجت مشكلتين. حلو. مش مشكله واحده. فده يعني هو انتشار ثقافه على قد ما هو جوانا فكره محبوسه ان لا خلاص المشوار بعيد. طول ما انا جوايا فكره محبوسه ان الوضع صعب، انا مش همشي المشوار ده كله. لا، احنا لو رجعنا بالزمن فقدنا الامل خلاص. الجيل بتاعنا خلص. رجعنا. لا خلينا نتكلم عن الجيل اللي طالع. ما هو انا بتكلم على الاطفال. انا عايزه ايه؟ الاطفال. موضوع الباصات بتاع المدارس انتشر جدا اللي هو مسافه قصيره، بيكون المدرسة والبيت مسافتهم قصيرة. كمان في أسباب أمنية، بس أنا يهمني طالما طلع بالباص، ما هو في الملعب ممكن يبقى كان في ساعات. فاكر يعني أنت طبعا التربية الرياضية طبعا. أنا في جيلي كان في عندنا ساعة. أيوه. والساعة دي لازم نعمل فيها رياضة. دلوقتي يعني ممكن يكونوا بيقعدوا ما بيعملوش أي حاجة. حتى الملعب اللي بيبقى كنا نلعب ساحة. بيخافوا من الشمس يعني. مؤخرا بيخافوا من الشمس، مع إن ده جميل جدا. وفترة الدراسة بتبقى في الشتاء، الشمس فيها مش مضرة مش مضرة خالص. حتى في تعامد الشمس ما بتتعامدش في الشتاء. لأن فترة الشمس قصيره طول اليوم، فهي دايما مفيده طول اليوم عشان الاشعه فوق البنفسجيه بتبقى قليله جدا في الشتاء. بطلنا كابتن سيد، انا في حاجه شغلاني. انا ممكن انصح ياخدوا العيال يعملوا عضلات في الجيم قبل مرحله البلوغ؟ هل ده وارد؟ شوفي، الموضوع ده خطر جدا. خطر. ان احنا نرفضه تماما او نديه لحد مش متخصص. فهمني. حلو قوي. كان في دايما زمان الدكاتره حذروا من النقطه بتاع الويتس للاطفال، لان بيبقى العظم بيبقى فيه نهايات عظميه اللي هي الغضاريف. يعني
اللي هو ترفعوا اوزان الاطفال الاثقال ما ينفعش اللعب بالاثقال للاطفال. فالعظم بيبقى في تكونه قبل البلوغ، قبل مرحله البلوغ بيبقى في نهايته غضاريف. نعم. فده بيديني مساحه للطول. فبيبدا امتى العظم ده يبقى مصمت او اللي يحصل له زي انغلاق قردوسي؟ ده بيحصل لما التستوستيرون يبدا يتفرز بصوره كبيره. التستوستيرون يعني اللي هو هرمون هرمونات الذكوره. تمام. يبدا بقى الولد ياخد شكل الايه الراجل، او ان هو يبقى قوي او صحي بالظبط. فهو ده لو احنا ادينا الطفل ده وهو عمره مثلا 10 سنوات او 8 سنوات ان هو راح الجيم والمدرب مش فاهم وقعد يحمل عليه، لا الطفل قوي وعمال يديله اوزان يديله اوزان يديله اوزان، الطفل هيبقى قوي بس هيبقى هيخلي النمو بتاعه اسرع من ناحيه القوه بس مش من ناحيه الطول. في حاجة كده أنا لاحظتها، إنه كل اللي بيرفعوا أثقال حتى الكبار في السن واللي عدوا مرحلة البلوغ بتقصر رقبتهم، بيبقى شكلهم كده لا لا هو ده بس عشان الأوفر ماسلز. لا لا بيبقى شكلهم غريب. لا لا ده عشان الأوفر ماسلز. أنا بدأت تمرين وأنا عمري 16 سنة وطولت من 16 ل 20 سنة طولت حوالي 6-7 سنتي. ده مالوش علاقة لو أنا اتمرنت صح. أنا هستغل وجودك في قضية خطيرة جدا. للأسف احنا فقدنا قيمة وبني آدم ملاك أنا بعشقه، الولد الله يرحمه هيثم أحمد زكي، وقيل إنه سبب الوفاة كان التعاطي المبالغ بالحبوب اللي بتكبر العضل وحبوب اللي مش، فهل الله طيب أعلم. الله يرحمه. أنا ما عنديش معلومات عن الموضوع ده، سمعت زي ما حضرتك سمعت كده، بس معلوماتي المؤكدة إن ما فيش حاجات بتستخدم كحتى منشطات في الجيم بتموت موت فعلي سريع. يعني هي كلها ليها اضرار. كابتن خالص طبعا يعني. طبعا طبعا هي دي ليها اضرار، بس اضرار ما تاديش للموت. هو في عنصر واحد منهم اللي بيؤدي للموت اللي هو الانسولين. في مجانين طبعا اللي هم بتوع البادي بيلدينج بيستخدموا انسولين في فده الشط الوحيده اللي تخلي حد يدخل في كوما. تقوم كده بتيجي عندي، قرب كده عليا. طب ايه ده ايه ده ايه ده يا كابتن، ايه ده يا كابتن، ده جبل ما شاء الله. دول عشان يتعملوا من غير حقن الانسولين. انا بتمرن من عندي 17 سنه 16 سنه. كم ساعه في اليوم؟ هو ساعه ونص التمرين بتاعي. ساعات بقسم تمريني على يومين، على مرتين في اليوم. الصبح باخد التمرينات الهوائيه اللي كابتن كده. قوم كده شوف. الحقيقه مش كل الناس عندهم الاوبشن اللي هو انك أربع ساعات يومياً. لا مش أربع ساعات، أنا ما قلتش أربع ساعات، ما أنا بقول دايماً الطفل أنا ممكن أحركه في البيت، أنا ممكن عندي في السلم العمارة عندي أخليه يطلع وينزل البيت عندي، يطلع وينزل عادي جداً، ممكن أجيب له بايك في قدام البيت عندي يستغلها، ممكن أجيب له الجامبولين في البيت يقعد يتنطط عليه، ممكن أجيب له أي أكتيفيتي صغيرة في البيت تبقى منها جيم إن هو حاببها ومنها إن أنا أستغل إن هو يتحرك. أقدر أجيب لابني اللي هو لم يبلغ اي حاجه من اللي قلت عليهم لا تؤثر على نموه ولا على مفاصله؟ لا لا خالص. الطفل اقوى بكتير جدا جدا من الشاب. ليه؟ عنده سرعه بنى رهيب، لانه عنده اتنين هرمون شغالين قويين جدا، الجروث هرمون اللي هو السبب اللي هو هرمون الشباب بيحافظ على الشباب، الجروث هرمون هرمون النمو ده بيتفرز عند الطفل ليل نهار. يعني مجرد ما الطفل ينام تلاقي الهرمون شغال، لان طبعا شوفي هو بيبقى السنه دي طول معين، السنه الجايه بتلاقيه طول تاني، فالريكفري عنده عالي جدا. لا خليه يتنطط ليل نهار ما تخافيش. تمام. ما تخافيش عليه خالص. اخذت منك نصايح مفيده جدا، التعرض للشمس، المشي، حتى السبورتس، انواع الرياضه المجانيه اللي حوالينا استغلوها. سيد منشاوي بطلنا في كمال الاجسام، منور الدنيا ونورت المحور ومسا الورد. اتشرفت بحضرتك طبعا. اطفال مصر انتوا املنا وانتوا الجيل اللي احنا بنستنى ونتمنى بانه يعني تحاولوا تقللوا من الاكل اللي هو المقالي اللي موجوده في الشوارع مترمية، أو حتى الجانك فود الغالي، كله أذية وضرر. نحو جيل جديد، نحو مصر شابة. وبكرة أشوفكم إن شاء الله حلقة جديدة من مسا الورد مع مادلين تبر على قناة المحور.